الدكتورة مها ربات كمان عقدت النهاردة مؤتمر صحفي لتوضيح الوضع الحالي لإصابات ووفيات مرض أنفلونزا الخنازير. نشوف التفاصيل في تقرير نوع حمزة. لحد دلوقتي ما عندناش ولا حالة كورونا فيروس، لحد دلوقتي من إبريل السنة اللي فاتت ما ظهرتش لنا حالات بشرية في أنفلونزا الطيور، ما ظهرتش عندنا، وبالتالي إن احنا هنقول ده الوضع اللي موجود عندنا دلوقتي. خلال شهر ديسمبر ويناير، ديسمبر 13 ويناير 14، نسبة الإنفلونزا اللي كانوا بيطلع عندهم إنفلونزا 90% منهم بيطلع عندهم نوع إنفلونزا إيه، ونسبة اللي بيطلع عندهم انفلونزا ايه 80% فيهم بيطلع عندهم النوع H1N1. الحالات دخلت المستشفيات دلوقتي 1791 حالة تم حجزهم بالمستشفيات، عندهم اعراض تنفسية من متوسطة وشديدة، دي دخلوا المستشفيات. طلع منهم لحد النهاردة، البيانات اللي هي جديدة بقى بتاعت يوم السبت، 342 حالة فيهم عندهم H1N1، والوفيات منهم 44 حالة.